أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا سائل يقول: حضرت لصلاة المغرب مع الجماعة، وفي أثناء الصلاة تذكرت أنني لم أصلي العصر، فماذا أفعل؟ إذا دخلت في صلاة المغرب وتذكرت أنك لم تصلي العصر فإنك تقطع هذه الصلاة وتصلي العصر أولا ثم تصلي المغرب، لأن هذه الصلاة غير صحيحة، صلاة المغرب غير صحيحة، فلا تستمر فيها، فتخرج منها وتصلي العصر أولا ثم تصلي المغرب، لأن الترتيب واجب. نعم.